السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. وياكم دكتور حسن رسول، استاجر طب بغداد. إن شاء الله اليوم راح أكون وياكم بشرح محاضرة جديدة من محاضرات الفيزيولوجي. محاضرتنا اليوم من المحاضرات المهمة جدا والصعبة أيضا، لكن إن شاء الله راح نحاول نبسطها ونخليكم تفهموها بصورة حلوة. المحاضرة تتكلم عن الأكشن بوتنشال. قبل لا نحكي أي شيء بالمحاضرة، ما أريدك تروح بالقاموس وتترجم الأكشن بوتنشال وتجي تقرأ وأنت ما تعرف شنو الأكشن بوتنشال. الأكشن بوتنشال ما يترجم ترجمة حرفية. راح تقول لي شنو الأكشن بوتنشال؟ الأكشن بوتنشال هو عبارة عن نتلة أو إشارة كهربائية تنتقل داخل ليف عصبي. هاي الإشارة الكهربائية من مواصفاتها لازم تكون سريعة ولازم تكون مؤقتة، ولازم تنتقل من ليف عصبي إلى ليف عصبي آخر خلال نسيج قابل للتحفيز. زين، شنو هو الإكزايتيشن والكوندكشن؟ أنا قلت لك أنه لازم هاي الإشارة العصبية تنتقل خلال نسيج قابل للتحفيز، فعملية التحفيز شو اسمها؟ اسمها إكزايتيشن. النسيج اللي يتحفز شو اسمه؟ اسمه إكزايتابل تشو. عملية الانتقال من ليف عصبي إلى ليف عصبي آخر اسمها الكوندكشن. هسه نجي نشرح. الهول مارك أوف نيرف سيل، الصفة المميزة للخلية العصبية، هي أنه الغلاف مالتها أو الغشاء مالتها يكون إكزايتابل ممبرين. الخلية العصبية تستجيب إلى المحفزات الكهربائية، الكتريكال، الكيميائية، الكيميكال، الميكانيكية، الميكانيكال. زين، أكو نوعين من الفيزيوكيميكال ديستيربنس ار بروديوسد، أكو نوعين من الاضطرابات الفيزيوكيميائية المنتجة. هاي الاضطرابات هي أما نان بروبيجيتد بوتنشيال أو بروبيجيتد بوتنشيال. شنو هي البروبيجيتد بوتنشيال وشنو النان بروبيجيتد بوتنشيال؟ البروبيجيتد بوتنشيال هو مثل الأكشن بوتنشيال، اللي هو الإشارة الكهربائية أو النيرف امبلس أو الإشارة العصبية اللي تنتقل من ليف عصبي إلى ليف عصبي آخر. النان بروبيجيتد بوتنشيال هو مثل الإشارة الكهربائية اللي تعتمد على الموقع مالتها والوصلة العصبية مالتها والمولد مالتها، ومو شرط تحتاج ليف عصبي حتى تنتقل. زين، الأكشن بوتنشال هو الأكشن بوتنشال are the primary electrical response of neuron and other excitable tissue and they are the main form of communication within the nervous system. الأكشن بوتنشال هو الاستجابة الكهربائية الأولية بالنيورون بالخلية العصبية والنسيج المتهيج أو المتحفز، وهذني شكلا طريقة التواصل بالنسيج العصبي أو بالنظام العصبي بالجسم. They are due to change in the conduction of ion across cell membrane. شباب تذكرون بالمحاضرة السابقة من حكينا على الإلكترونز خلال اللي بالريستنج ممبرين بوتنشيال. قلنا الإلكترون إكسترا سيلولار خارج الخلية مساوية للإلكترونات داخل الخلية، فهذا التغير بالإلكترونات هو اللي راح يسوي لي الأكشن بوتنشيال. فيقلك they are due to change in the conduction of ion across the cell membrane. الإلكتريكال event in the neuron من مواصفاتها قلنا تكون rapid سريعة. Being measured with millisecond، تقاس بالثانية بالملي سكند، الملي الثانية، وتكون صغيرة ويعني مؤقتة كلش بوقت كلش قليل، وتقاس بالملي فولت. وهاي الامبلس تنتقل او كوندكتد خلال اكزون تو اتس تيرمينيشن، من اكزون الى اكزون. فتذكرون بالبدايه قلت لك لازم تكون سريعه، لازم تكون سمول او مؤقته، ولازم تكون منتقله من ليف الى ليف عصبي اخر. هاي مواصفات الالكتريكال امبلس او
اي اللي حتى يتولد اكشن بوتنشال. زين، النيرف تشو النسيج العصبي بالحقيقه بور باسيف كوندكتر، يعتبر كموصل كلش سيء، وممكن هو يحتاج العديد من الاشارات الكهربائيه اللي مقاسه بالفولتس حتى ينتج لي سيجنالز بسيطه. ولكن هو سيكون نشط ومتحفز من نفسه، سيلف بروبيجيشن، عمليه التوصيل مالته جيده، والامبلس انتقالها جيد وثابت في وسعه وسرعه ثابته، فهذا يخلي افضل الموصلات الموجوده عندي بالجسم. الايفنتس اللي امبلايد ان ذا اكشن بوتنشال، شنو يعني هاي؟ يعني هاي يقول لك يابا ان شلون جاي يصير عندك اكشن بوتنشال، او شنو هي الاطوار اللي تصير حتى تسوي لي اكشن بوتنشال، الايفنتس الاحداث اللي تصير حتى تولد لي اكشن بوتنشال. هذا ترجمته. The basic steps of generation and action potential in a neuron are concerned with the ions and their concentration gradient across the cell membrane beside the specific channels that control the passage of these ions. يقول لك انه البيسك الخطوات الاساسيه حتى يتولد عندي اكشن بوتنشال بالخليه العصبيه يعتمد على الايونات واللي موجوده داخل وخارج الخليه، وتركيز هذه الايونات وحركه هذه الايونات خلال السيل ممبرين اللي يحتوي على شانلز، قنوات تسيطر لي على مرور هذه الايونات. هاي الحركه والتغير بالتراكيز يولد لي اكشن بوتنشال. هاي كلش مهمة تعرفها، شلون يتولد الأكشن بوتنشال؟ حركة وتغير بتراكيز الأيونات خارج وداخل الخلية، تتم هذه الحركة عن طريق channels، قنوات موجودة بالسيل ممبرين، تسيطر دخول وخروج هاي الأيونات، تنفتح وتنسد حسب إعازات عصبية. For an action potential to be generated، للأكشن بوتنشال حتى يتولد، هاي كلش مهمة لأن راح نحتاجها بالسلايدات الجاية. الأكشن بوتنشال حتى يتولد يحتاج suitable stimulus، يعني شنو؟ يعني تحفيز مناسب، وهذا التحفيز لازم يكون على الخلية العصبية حتى يتولد لي أكشن بوتنشال. زين، شنو مواصفات هذا التحفيز المناسب؟ لازم يكون سريع، لازم يكون كافي، ولازم يكون خلال ليف عصبي. زين، أنا حفزت هسه، حفزت الخلية العصبية، قلت لك طيتها suitable stimulus، صارت excitation. شنو اللي راح يصير؟ أنا أقول لك شنو راح يصير. راح تصير عندي الأطوار اللي يتكون بها الأكشن potential. أول طور اللي هو at the moment of applying the stimulus، بالدقيقة اللي أو بالوقت اللي سلطت محفز على الخلية العصبية، الريستنج ممبرين بوتنشال اللي عندنا تذكرونه اللي هو سالب 90 إلى سالب 70، ها راح يكون اللي هو سالب، راح يصير بي ديستيربنس، راح يصير بي تغيير. ها يعني انتو تذكرون الريستنج ممبرين بوتنشال، قلنا انه الالكترولايت خارج الخلية مساوية إلى داخل الخلية، ونتيجة لخروج الكترولايت عن طريق الـ NA pump أو عن طريق الـ NAK pump أو عن طريق الـ K leaking ممكن يتغير الالكتريكال، يعني التراكيز الالكترونات داخل وخارج الخلية، فيصير عندي resting membrane potential اللي هو سالب 90. هسه أنا سلط التحفيز على الخلية العصبية، راح يسوي لي تغيير بهذا الريستنج ممبرين بوتنشال. من إجى هذا التحفيز إيش راح يسوي؟ راح يخلي إنه هسه أنا أول طور هو شنو؟ طور الريستنج فيس اللي هو الريستنج ممبرين بوتنشال. الطور الثاني هو الانيشيال فيس، اكتبوا وياي. الطور الثاني هو الطور الأول الريستنج فيس، سلط التحفيز صار عندي initial phase. initial phase هو بداية التحفيز حتى يصير عندي action potential. زين، من سلط التحفيز ايش راح يصير؟
راح تنفتح بوابات الصوديوم الموجودة بالسيل ممبرين. وش راح تسوي؟ influx of sodium، دخول الصوديوم إلى داخل الخلية. من دخل صوديوم داخل الخلية ايش راح تزداد؟ راح تزداد الشحنات الموجبة داخل الخلية، فالريستنج من سالب 90 أو سالب 70 راح يصير ايش قد؟ سالب 55. زين، من صار هيك ايش راح يروح؟ راح يروح للطور الثالث اللي هو شو اسمه؟ اسمه الديبولاريزيشن فيس. شنو الديبولاريزيشن فيس؟ شنو هذا الديبولاريزيشن فيس؟ الديبولاريزيشن فيس يعني تزداد الشحنات الموجبة اللي داخل الخلية. When the negativity inside the cell قلت، وصلت إلى سالب 55. السالب 55 هو يمثل لي الفايرنج ثريشولد. راح تقول لي شنو الفايرنج ثريشولد؟ الفايرنج ثريشولد هو نقطة اللا رجعة، النقطة اللي إذا وصلت لها آني معناها الصوديوم راح يستمر بالدخول، راح يصير بحلقة مغلقة، يبقى يدخل إلى أن يوصل لي الممبرين بوتنشيال من سالب 90 أو سالب 55 إلى صفر، وممكن يوصل لي إلى أكثر من الصفر. تمام. This will cause the voltage gated sodium channels تبقى مفتوحة وسريعة وتدخل لي صوديوم أكثر، influx للصوديوم أكثر، يؤدي إلى تولد موجب شحنات موجبة كثيرة داخل الخلية. لذلك الأكشن بوتنشيال هنا راح نسميها هذا الفيس الديبولاريزيشن فيس. شنو الديبولاريزيشن فيس شباب؟ هو عملية زيادة الشحنات الموجبة داخل الخلية، influx of the sodium، دخول الصوديوم. بعدها راح أروح للطور الرابع من أطوار تولد الأكشن بوتنشيال. هذا الطور نسميه الريبولاريزيشن فيس. أنا شفت صوديوم هواية دا يدخل، هذا الوضع ما عجبني، صار تغير بالكونسنتريشن بالتراكيز مال الالكترولايت داخل وخارج الخلية. فش راح يصير؟ راح يصير انه الفولتج جيتد صوديوم شانلز تنسد نتيجة الى نقصان الصوديوم خارج الخلية. وش راح يصير ايضا؟ راح ينفتح البوتاسيوم شانلز. فش راح يصير؟ راح انه البوتاسيوم افلكس يخرج الى خارج الخلية، يروح للأوتسايد. فقلنا بالمحاضرة السابقة كل ما يخرج بوتاسيوم خارج الخلية شي يترك بمكانه شحنات سالبة، لذلك الشحنات الموجبة داخل الخلية راح تقل. فش راح يصير هنا؟ ريبولاريزيشن فيس. هنا شباب بالريبولاريزيشن فيس انا ايش اسوي؟ احاول ارجع الاكشن بوتنشال الى الاكشن بوتنشال الى الريستنج ممبرين بوتنشال، يعني احاول ارجع الى سالب 90. فهمتوني شباب؟ هسه عند الريستنج فيس، عند الانيشال فيس اللي هو افتح الصوديوم شانلز واخلي الصوديوم انفلكس، من بدا الصوديوم انفلكس ايش اسميها؟ هاي ديبولاريزيشن فيس، زودت الشحنات الموجبه داخل الخليه، فالممبرين بوتنشال من سالب 90 صار لي موجب 35، سالب 55 والنوب صار موجب 35. فاني ما عجبني هذا الوضع، ايش اريد اسوي؟ اريد اسوي ريبولاريزيشن فيس. شنو؟ ارجع الاكشن بوتنشال الى الريستنج اللي هو سالب 90. فايش اسوي؟ اقوم اطلع صوديوم، اطلع بوتاسيوم. فكل ما يطلع بوتاسيوم راح يترك شحنات سالبه، راح تزداد الشحنات السالبه بداخل الخليه، فراح ارجع للريستنج ممبرين. ان شاء الله فهمتوها شباب. الثريشولد الفايرنج ثريشولد هي نقطة اللا رجعة، النقطة اللي إذا وصلت لها يبدي الصوديوم يستمر بالدخول، وهي شقد تساوي؟ سالب 55 ملي فولت. أحفظ الأرقام وأحفظ الوحدات. زين، وهاي شباب مثل ما تشوفون هاي الملي فولت اللي هي، وهاي الملي سكوند بالثانية. الملي فولت إنه عند الريستنج سالب 90، من قام الصوديوم يدخل للداخل ازدادت الموجب، فقام صار ديبولاريزيشن،
اتجه باتجاه الصفر ووصل لل 35 اللي هو الاوفر شوت، يعني النقطة اللي أعلى نقطة أقدر أوصل لها. من وصل هيج نقطة الوضع ما عجب الخلية، فالخلية إيش قامت تحاول تسوي؟ قامت تحاول تطلع بوتاسيوم للخارج نتيجة للكونسنتريشن ديفكت، فصار شنو؟ قام يرجع البوتنشال إلى السالب 90. هاي كلها العملية تتم في ملي سكند. عندي هنا الـ All or None Law، هنا هاي ببساطة هاي معناها لو كل شيء لو ماكو شيء. تتذكرون قبل شوية من قلت لكم انه اني شنو مواصفات المحفز؟ انه لازم يكون تحفيز مناسب، ولازم يكون سريع، ولازم يكون من ليف عصبي الى ليف عصبي اخر، ولازم يكون صغير ومؤقت. فهنا يقول لك الـ All or None Law انه الاكشن بوتنشال اللي يصير لازم يكون بماكسيمم ستيمولاي، ماكسيمال ستيمولاي، يعني محفز باعلى ممكن حتى يولد لي اكشن بوتنشال. مال انت تنطيني تحفيز للنص وتقول لي سوي لي اكشن بوتنشال، لا، لو كل شيء، يعني لو تنطيني مواصفات المحفز بصوره كامله حتى اولد لك اكشن بوتنشال، لو لا تنطيني اصلا، لان انت شو ما تنطيني ومو كافي ما راح اولد لك اكشن بوتنشال. هاي بكل بساطه. الريفراكتوري بيريود، الريفراكتوري بيريود هي شنو؟ هي فترة الراحة. شنو يعني فترة الراحة؟ الفترة اللي خلالها الأكشن بوتنشال ما يتولد. فائدة هاي الفترة إنه تحافظ لي على الخلية والنيرف فايبر، يعني تمنعه من إنه يصير بي إكزايتيشن. هاي تفيدني بعملية التخدير شباب، عملية الأنستيزيا. شون يعني؟ يعني أنه أنا راح أحقن الأنستيتيك ماتيريال، المادة المخدرة، فهاي المادة راح تروح تسد لي بوابات الصوديوم، فراح تمنع إن دخول الصوديوم، فراح تمنع أنه يصير عندي أكشن بوتنشيال. فأني شو ما راح أسوي من شو ما راح أسوي بالمكان اللي حقنت به مادة مخدرة؟ شو ما راح اشتغل بيه؟ راح اشق الجلد، راح افتح اسد، هاي الانسان ما راح يحس. ليش؟ لان اني وقفت الاكشن بوتنشال، وقفت التحفيز، وقفت انتقال الايعاز العصبي. هاي شوفوا شباب انه اني من فهمت الفيزيولوجي ايش قدرت اسوي، فهمت ايضا عمل المادة المخدرة. الريفراكتوري بيريود ممكن تكون ابسولوت وممكن تكون ريلاتيف، ممكن تكون مطلقه وممكن تكون نسبيه. مطلقه يعني مستحيل يصير اكشن بوتنشال، اللي هي الفتره اللي تمتد من بدايه الديبولاريزيشن، من بدايه دخول الصوديوم الى ثلث الريبولاريزيشن، الى عمليه بدايه الريبولاريزيشن. هنا ما مستحيل يتولد عندي اكشن بوتنشال مهما كان المحفز. الريلاتيف ريفراكتوري بيريود اللي هي الفتره اللي تمتد من ثلث الريبولاريزيشن الى عمليه الديبولاريزيشن الجايه، هنا ممكن انه محفز كلش قوي راح يولد لي اكشن بوتنشال. شباب لهنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. أهم شيء تفهمونه من هاي المحاضرة هي الفيسز of the action potential، اللي هو resting face اللي هو سالب 90، الانيشيال face اللي يصير بي الفايرنج threshold اللي هو سالب 55، الديبولاريزيشن face عملية الانفلاكس of the sodium اللي أوصل بي للأوفر شوتينج اللي هو موجب 35، والريبولاريزيشن face اللي هو عملية خروج البوتاسيوم، الإفلكس of the potassium. وأهم شيء تعرف الـ All or None Law، أنه المحفز لو يجيني كامل حتى أولد أكشن بوتنشيال، لو لا تنطيني محفز ناقص. وتعرف الـ Refractory Period اللي هي فترة الراحة، وهاي الـ Refractory Period ممكن تكون Absolute Refractory Period اللي هي من بداية الديبولاريزيشن إلى ثلث الريبولاريزيشن، او ممكن تكون ريلاتيف. الابسولوت يعني مهما كان المحفز قوي مستحيل يتولد عندي اكشن بوتنشال، بينما الريلاتيف ريفراكتوري بيريود اللي هي من ثلث الريبولاريزيشن الى
إلى تولد الإشارة الثانية، وهنا ممكن محفز بمواصفات كلش قوية يولد لي أكشن بوتنشال. دمتم بخير وصحة وسلامة شباب، ألتقيكم إن شاء الله بمحاضرة أخرى، وإن شاء الله قدرت أسهل وأبسط هذه المحاضرة لكم. شكرا ومع السلامة.